يسمع، ولكن تلقاو واحد المجموعه من العراقيل في وجهنا وتنتحداو، ونحن سنبقى صامدون حتى يظهر الحق، ولن نتخلى عن كلمه الحق 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 من اجل ساكنه عين السبع. لم يصدر مني اي قرار بمنع الصحافه، ولكن كان نقطة نظام هو أن السيد ممثل السلطة فكر بأن كان هناك عدم أمن، ولكن هذه حجة، ولكن عدم الأمن هو المسؤول عن الأمن، هو اللي خاطر ينادي على الأمن، ماشي أنا كرئيس الجلسة. أنا رئيس الجلسة الدور ديالي هو تسيير الجلسة ووصول الجلسة وفرع الأمان. والقانون واضح، جلسة انتخاب الرئيس والنواب تمر في جلسة واحدة عند اكتمال النصاب. الحمد لله في الجلسة الأولى اكتمل النصاب كان العدد القانوني، وتتحدث الجلسة، إذا الجلسة باقا مفتوحة تبقى القانون. للأسف السيد الباشا ارتأى قانون آخر اللي ما عرفناش، وتحمل المسؤولية ديالو، وحنا رحنا صامدون ضد الفساد. حنا كان القرار غيكون مع إخوان، مع الإخوان غناخذوا القرار مع التكفين هنايا، ولا غنمشي معاهم أبعد. شوف رحنا صامدون مع المواطنين وضد الفساد وعاش الملك.